طالب في عمر الزهور اسمه محمد، كان يجلس في غرفته منهمكا في مراجعة امتحان اللغة العربية حتى أرهقه التعب ونام. وفي صباح اليوم التالي ذهب إلى المدرسة وقدم الامتحان ولم يترك سؤالا واحدا. وفي اليوم الثالث بينما كان معلم اللغة العربية يوزع أوراق الامتحان، بعد أن صححها لطلابه فإذا بمحمد يقول: لو سمحت يا أستاذ، إن درجتي 9/10 وأنت لم تشر بعلامة خطأ، أمام أي إجابة؟ فرد عليه الأستاذ: إن درجتك في التعبير أنقصت منك 1. فقال محمد: إني أريد الدرجة كلها 10/10. وكان محمد مصرا على أن يأخذ الدرجة كاملة، وأخذ يجادل الأستاذ. فأراد المعلم بأن لا يحرج تلميذه محمد باعتباره أحد الطلاب المتميزين في الفصل، فقال لمحمد: إذا أحضرت تراب الجنة فلك الدرجة كاملة. وفي المنزل جلس محمد يفكر كيف يأتي بتراب من الجنة ليحصل على العلامة الكاملة، فخطرت في باله فكرة. وأخذ ترابا من حديقة منزله وذهب. وفي اليوم الثاني أتى محمد متأخرا إلى المدرسة وأحضر كيس تراب لمعلمه، فقال المعلم: ما هذا؟ فرد عليه: هذا تراب الجنة كما طلبت. فضحك الطلاب عليه، فقال المعلم: كيف أحضرته؟ فرد عليه: أخذت ترابا من حديقة منزلي وجعلت أمي تمشي عليه، ومن ثم جمعته لك في هذا الكيس، وأنت كما أخبرتنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات فأتيت لك به. فانذهل المعلم من ذكاء محمد وأعطاه الدرجة الكاملة.